في مصر، واحد من قطاعات الناشئين اللي بتضخ للمنتخبات وبتضخ لنادي انبي الفريق الاول وايضا لجميع الانديه في مصر. طبعا يا كابتن اسامه زي ما حضرتك ما بتتكلم، ولكن الاستعداد لازم يكون مهم جدا. ان احنا الشغل مع العناصر الصغيره والبرعم الصغير ده يعني محتاج شغل خاص ومحتاج تعامل خاص من المدربين او المنظومه اللي بتشتغل مع مولات صغيرين جدا، فمحتاج التاسيس ده يكون كويس وعلى اعلى مستوى. تطوير اللعيبه شيء مهم. السنه اللي فاتت يمكن احنا اشتغلنا كان عندنا مسابقات، وخاصه احنا دخلنا بطوله كابتن اللي هي بطوله الصيد دي، بيبقى فيها كل فرق مصر بتبقى فيها بطوله جمهوريه. بتبقى البطوله الجمهوريه دي بيبقى فيها كل فرق الاتحاد والزمالك والاهلي والمقاولين وانبي بس الاهلي ما دخلش في البطوله دي السنه اللي فاتت اللي هي بتاعه الصيد. بس كل فرق مصر كانت موجوده. كان هدفي دايما ان انا لما باجي اشتغل الاول في اول 3 شهور ان انا بقاس الوقت كويس، مهم جدا انا اشتغل عليهم عشان الولد يطلع لعيب كويس، تطلعه من الناشئين من البراعم للناشئين ومن خلال الناشئين بتطلعه فريق اول. عشان المشاهدين برضو يبقوا عارفين معانا، البراعم بتبدا من سن كام؟ يمكن انا عندي قطاع البراعم بادئ اول مرحله عندنا 2016 تحضيري، 2015 تحضيري، وعندي فرقه 2014 لها مسابقه، و2013 لها مسابقه، و2012 لها مسابقه. ده القطاع البراعم اللي انا مسؤول عنه في نادي انبي. يعني من اول 2012 و2013 و2014 و2015 و16 تحضيري. دول ال15 وال16 وال16 ما لهمش مسابقات السنه دي، ولكن اللي له مسابقات ال13 وال12 وال14. فده شغلهم بيبقى السنه اللي فاتت كانوا بيشتغلوا على مساحات 7 وجول. المراحل الثانيه اللي هي الصغيره دي بنبدا معاهم بالخمسه وجول يعني في التاسيس بتاعها. بعد كده بتطلع على مرحله ال 2011 بيلعبوا من ال 18 لل 18، وال 2010 السنه دي هتلعب 11 ان شاء الله باذن الله. اكتر حاجه ممكن يعني المدرب او قطاع البراعم المديرين الفنيين يركزوا عليها في الاعمار السنيه الصغيره دي ايه؟ لا هي طبعا انت كلمتني في حاجه مهمه جدا يا كابتن اسامه، فعلا انت مهم جدا ان انت لما تيجي تعين. عندنا هي دي اجزاء من تدريبات في قطاع البراعم في نادي انبي. مهم جدا المهارات الاساسيه في كره القدم بالنسبه للاطفال الصغيرين. مهم جدا انت بتشتغل على رقم واحد الاداء الحركي، تنميه الاداء الحركي. عشان اشتغل على المهاره اعرف اعمل مهاره واشتغل على المهارات الاساسيه لازم يكون عندي توافق عضلي كويس. اللي انت الشغل اللي بيحصل اللي هو الفوت ورك والكوردينيشن بتشتغل عليه بشكل كويس في ايام معينه عشان توصل للمهاره ان انت تقدر تجيدها. المهارات الاساسيه لكره القدم، المهارات الاساسيه بقى اللي هي التمرير والتحكم والسيطره والمراوغات يعني والتصويب. لما تعمل المهاره وتعلم المهاره لازم الاداء الحركي مهم جدا يبقى عندك توافق عضلي عصبي. انت بتعرف تحرك ازاي رجلك اليمين مع الشمال، الشمال مع اليمين، الكوردينيشن الشغل اللي هو بيخاطب العقل المخ مع الرجلين. فمهم جدا ان انت تعلم الاولاد الاداء الحركي الاول، وده بيبقى في بدايه فتره الاعداد. ولكن بعد كده بتهتم بالمهارات الاساسيه بشكل كويس جدا. انت لازم تشتغل على التصويب طبعا اللي هو التمرير، التحكم والسيطره، المراوغات، التصويب. مهم جدا انت تشتغل الحاجات اللي فيها المراوغات، مراوغه اللي هي العلامات بقى المهاريه بقى اللي حضرتك عارفها اللي هي واحد ضد واحد، بتخش في المراوغه تقول له بشتغل واحد ضد واحد بهجوم، بشتغل واحد ضد واحد دفاع. ولكن يا كابتن اسامه مهم جدا مهم جدا جدا دورنا احنا كمدربين نكون بنعرف نطور اللعيبه ازاي. يمكن حصل مع حضرتك حوار قريب، كل المدربين بتعرف تمرن وبتشتغل وبتشوف تمرين وبتعمله، ولكن انا هطور الولد ازاي؟ دور المدرب يا كابتن اسامه مهم جدا. المدرب بعينيه تبقى مختلفة عن أي حد تاني. في مدرب عارف تمرين ده تمرين تصويب، فبيسيب تمرين التصويب شغال، عارف إن في واحد ضد واحد هجوم. الولد وضعه التشريحي غلط، بيحط وش رجله غلط، هو التمرين شغال لكن الأداء غلط. برافو عليك يا كابتن أسامة، فمهم جدا إن المدرب ده بيكون عنده حتة التطوير دي بعيد عن التأثير. تأثير بيأثر في الولد في الحاجات الصفات اللي عنده، انه يقول له مثلا يلتزم، صلي، قرب من ربنا، انما بيعلمه بقى كابتن أسامة مهارات بيشتغل عليه على التعليم، وبعد كده بيطور بيشوف الاسلوب اللي عنده في التطوير عايز ايه. لان شغلنا كابتن دايما لما بنيجي نشتغل مع البراعم بنقول للمدرب انا عايزك تبقى مدرب مؤثر ومطور ومعلم. يعني بتعلم المهاره ازاي، بتاثر على الولد ازاي، انه الولد ده بيرتبط بيك بشكل غير طبيعي، بيروح البيت عند والده يقعد يتكلم ده الكابتن احمد قال لي. فده تاثير منك، لو هو بيحبك هيطلع لك كل حاجه. فمهم جدا الولد الصغير يحبك في الوقت ده. في حته التطوير بقى المشاكل اللي بتقابل الولد، يعني انا مثلا احنا بنتمرن ليه يا كابتن اسامه؟ بنتمرن عشان لما نيجي نلعب التقسيمات او نلعب المباريات نشوف احنا وصلنا لايه. فبيقابلك مشاكل في الكوره، المشاكل اللي في الكوره دي انت لازم تبقى انت عارفها كويس قوي. ايه اسباب المشكله اللي حصلت النهارده؟ لو انا بلعب ماتش فخسرت 1-0 الخساره سببها ايه؟ بيقابلك مشكله، ليه حصلت مشكله؟
المشكله دي انا بعالجها ازاي، المشكله دي حصلت بسبب مين، مين سبب المشكله، يعني مين سبب المشكله. يعني مثلا في البيلدنج اب ممكن انت بتحضر من تحت الجول مع الباك ليفت مع الديفندر، فراحت للباك ليفت فاتقطعت، فاذا انت بتبقى عارف سبب المشكله اللي عندك هنا، ان الخطا هنا في المنطقه الدفاعيه، فتبدا تشتغل على تطوير الولاد في الشكل من تحت بتطلع بالكره ازاي. طيب سبب المشكله دي احنا قلنا مين اللي عملها، الجون والباك ليفت. طيب سببها ايه؟ هل هو لما جه عمل السيطره الموجهه، لما جت له الباص فسيطر، دخل بالكره لجوه ولا استلم لبره؟ فبتبدا انت تشتغل على انواع المهارات الاساسيه في تطوير الولد للسلبيات اللي عنده. طب المشكله دي حصلت امتى؟ حصلت في اول الماتش، حصلت في وسط الماتش، حصلت في اخر الماتش. لما بتيجي بتحصل في اول الماتش يبقى اذا انا هنا في اسباب عندي ذهنيه، ما عملتش الاحماء كويس، ما اشتغلتش عليه، يعني فمهم جدا يا كابتن التفاصيل في التطوير بالنسبه للولاد الصغيرين هي اللي بتعلي درجه الاداء الفني عنده. وانت بتتكلم عن دور المدربين واكيد دور مهم جدا، معانا تقرير بقى عن المدربين في براعم ام، تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع نستكمل حوارنا مع الكابتن احمد سمير مدير قطاع البراعم في نادي ام. السن الصغير ده أصعب من السن الكبير. السن الصغير عايز اهتمام، عايز طولة بال، عايز صبر، عايز نبدأ معاه من الصفر، من البداية. يعني سواء بقى مهاري، فني، نفسي، السن الصغير صعب جدا جدا جدا. الفئة العمرية اللي احنا بنتكلم فيها مواليد 2012 13 14 15 فئة حساسة جدا، التعامل معاها والشغل معاها بيحتاج تقنية عالية قوي، بحيث ان انا بوصل للولد معلومة، فانا عشان اوصل للولد في السن ده 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة المعلومة، الموضوع اعتقد بيبقى محتاج تقنية عالية قوي. وانا بصراحة ما انكرش ان كابتن احمد سمير رئيس قطاع برايم ليه دور كبير قوي في التطور اللي احنا وصلنا له، دي حق ربنا. يعني احنا تقريبا من اول الانديه اللي بدات الاستعدادات في البراعم، وكابتن بيبو طبعا شغالين 5 ايام في الاسبوع، وشغالين صبح وبعد الظهر ورش عمل مع كابتن بيبو، والاستعدادات ان شاء الله قويه، استعدادها للدوري اللي هيبدا ان شاء الله في شهر 10 ان شاء الله بامر الله، جاهزين يعني ان شاء الله. استعدادات في الموسم الجديد بنتمرن 5 ايام في الاسبوع، طبعا في فتره اعداد، كل سن ليه فتره اعداد معينه كابتن احمد سمير بيبو حاططها لنا. بنساعد طبعا الاولاد عشان في سن صغير، بنعاملهم طبعا كاولادنا، بنحاول نخليهم يحبونا جدا عشان ينفذوا كلامنا زي ابهاتهم بالظبط. احنا عندنا كابتن احمد سمير بيبو عاملنا يعني زي حوالي يعني برامج تدريبيه احنا كلنا شغالين عليها عشان الموسم الجديد، بنوضح للولاد فيهم في السن الصغير ده، حضرتك عارفه ان السن الصغير ده محتاج شغل كبير، ولازم نسهل له الامور على البراعم دي محتاجه شغل كبير قوي. فكابتن احمد سمير بيبو حاطط لنا زي برامج تدريبيه لسهوله على البراعم ان هم يعرفوا يؤدوا الموسم الجديد ان شاء الله. بادئين بقى لنا شهرين تعليمات من الكابتن احمد سمير بيبو والكابتن عماد جابر، نشتغل على برنامج موضوع من الكابتن احمد سمير، وبنستعد يعني على اكمل وجه ان شاء الله عشان بدايه الموسم، وان احنا مش فارق معانا المكسب او الخساره، فارق معانا ازاي نطور اللعيبه وازاي نعمل قطاع براعم وقطاع ناشئين جيد للنادي انبي اولا وبعد كده المنتخب المصري باذن الله. والله استعداداتنا ان احنا بادئين من شهر 7، والولاد بتتمرن 4 ايام، وبدانا ماتشات وفترات اعداد عشان نعد الاولاد عشان الدوري ما يبدا او المهرجان لما يبدا، والولاد بتاخد كل الجرعات المطلوبه، والكابتن احمد سمير بيبو بيعمل لنا بيبقى فيه موجود برنامج، والمدربين بتمشي على البرنامج ده، وبنشتغل مع الولاد فترتين الصبح وفترتين بعد الظهر، يومين الصبح ويومين بعد الظهر، فالولاد بتستجيب يعني الحمد لله. اكتشاف المواهب، احنا عندنا الولد دلوقتي احنا عندنا قاعده، عندك قاعده، عندك فرق موجوده، عندك لعيبه موجوده اوريدي، انت بتختاري على اساسها، بتختاري على الكواليتي اللي موجوده عندك، الكواليتي اللي موجوده عندك ده ما ينفعش تقل عنه، لازم يكون عندك على الاقل اللي بتختاري ده يكون في نفس الليفل او في نفس المستوى بتاعه، انت لما بتروحي بيبقى عندك المنظور ده. في مواهب بتبقى عايزه بلغه الكره تتصنفر، احنا بنشتغل عليها، وفي مواهب اصلا بتبقى الحمد لله رب العالمين عندها الفطره زي ما بيقولوا دي موجوده، فاحنا بنروح ليهم لحد عندهم، احنا رحنا اغلب المحافظات زي ما بقول لحضرتك عشان نختار المواهب دي عشان نجيبهم من اساسهم.
ده كان تقرير المدربين اللي بيعملوا في نادي انبي. كابتن احمد، السنه اللي فاتت منطقه القاهره عملت شيء جميل جدا، شيء